مرت المرأة السعودية بتحولات سريعة جدا على مدار العام الماضي 2019، فهي إحصائيا أصبحت تشكل 49% تقريبا من عدد المواطنين في السعودية، وبالتأكيد كانت هناك ضرورة لتحظى بمجموعة من التغييرات التدريجية في حياتها. فمثلا سمح لها بقيادة السيارة وحرية السفر أو حتى العمل في وظائف عسكرية واقتحام مجالات كثيرة كانت غائبة عنها. من هذه المجالات مثلا لعبة كرة القدم، فلأول مرة ستشارك المرأة السعودية في الدوري لكرة القدم للسيدات من عمر 17 عاما. هذا الدوري سيبدأ في الرياض وجدة والدمام، وبعد الانتهاء من الدوري ومعرفة البطل من كل مدينة من المقرر أن يكون هناك بطولة للكأس، يصل مجموع الجوائز في هذه البطولة إلى 500,000 ريال تقريبا. طبعا انطلاق دوري كهذا في المملكة العربية السعودية على المستوى المجتمعي هو بلا شك قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل المملكة. طبعا الميزة بالدوري أنه التسجيل مفتوح للفرق واللاعبات، يعني اللي ما عندها فريق وتبغى تشارك نحن نضمها الفريق، ويمكن تكون هي من الفائزين معانا. بعد ما نخلص الدوري ونعرف البطل من كل مدينة نبدأ نلعب بطولة الكأس. نعم بطولة الكأس، ليش لا؟ باختصار الفريق الفايز معانا هو رسمياً بطل دوري كرة قدم السيدات على مستوى مملكتنا الحبيبة. أنا أكيد أقدر، أنت تقدري؟ نشرت صفحة دوري كرة القدم للسيدات على تويتر فيديو تشجيعي للسيدات في السعودية، وضعت له عنوان كرة القدم ليست مجرد رياضة، لأننا نتابع جزءاً منه. الكثير يعرف كرة القدم بأنها رياضة، مجرد رياضة، أما نحن فكرة القدم بالنسبة لنا رؤية وتركيز، يتبعها إيمان والتواصل، ولا تكتمل إلا بالقيادة ومساعدة، وترتكز على روح الفريق، ورغم الفوز والخسارة كرة القدم تعني لنا السعادة والذكريات الجميلة. دوري كرة القدم للسيدات 2020. بعض السعوديين رفضوا الفكرة وحجتهم كانت وجود الرجال في تفاصيل هذه اللعبة كالتحكيم مثلا، لكن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حسم الجدل وأشار إلى أن الفرق التنظيمية والفنية ستكون نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة، والداعمون للفكرة كانت هذه هي تعليقاتهم. لنتابع. بعدما تابعتم هذه التعليقات فما رأيكم مشاهدين؟ كيف تتوقع مستقبل المرأة السعودية في لعبة كرة القدم؟ شاركونا رأيكم عبر حسابات شير على السوشيال ميديا.